استطاع الشاب أحمد بوشيري من فرض موهبته في مجال الخدع البصرية وإبرازها بشكل ملفت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بوتشيري يؤكد أن جميع ما يقوم به من فن الوهم والإيحاء لا تدخل فيه أي تقنية أو خداع تكنولوجي، وإنما يعتمد على مهاراته في سرعة الحركة. الزميل صالح يوسف والتفاصيل. إيهام المشاهدين عن طريق استخدام الخداع البصري وخفة اليد أبرز ما تميز به هذا الشاب الذي اختار لنفسه مجالا قل ما يسلكه الآخرون لحاجته لموهبة عالية وقدرات لا تجتمع إلا بالمهارة وكثافة التدريب. وبالرغم من أن خفة اليد والإيحاء تعتبر من الفنون الترفيهية القديمة، إلا أنها تحولت إلى نوع منظم من الفن الذي بدأ يجذب الجماهير لا سيما مع تطور الأفكار ووسائل التكنولوجيا والاتصال. أنا في البداية كنت أحب هاي الشغلة يعني من وأنا صغير، بس إني بديت فعليا يعني تقريبا من 3 سنين، بديت في مقاطع في الانستغرام تقريبا يعني. تعليم مستمر وتدريب متواصل دون استخدام أي تقنيات أو وسائل غير حقيقية سوى الخفة وسرعة الحركة، هذا ما أكده أحمد في هوايته التي يمارسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. المعلم الأول والأخير هو اليوتيوب، فكلها من يعني ما عندنا احنا وايد في البحرين هاي الأشياء يعني متداولة ومشهورة يعني في هالشيء، فما لك إلا اليوتيوب تشوفه وتطبقه وتعلم من الفيديوهات يعني اغلب شيء. وفي خدع تيك مثلا معاها سيديات شرح او مثلا كتب تشرح لك اساسيات الخدعه، وفي وايد كتب تقدر تحصلها على الانترنت، وانا كنت ماخذ واحد من امريكا طالبه من امازون يعني او اي موقع تحصلهم ويشرح لك كل شيء يعني، وكتب حلوه وفيها بالصور وكل شيء. بهدف بث روح الاثاره والتشويق ونشر هذا الفن على اوسع نطاق، يمني هذا الشاب نفسه بالحصول على فرص أكبر للظهور ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضا. وهو أنا أول شيء يوم بديت كان عندي طموح أنه يعني أول شيء مثلا أول مرحلة وصلها اللي هو الستريت ماجيشن نفس الغرب يعني عندهم وايد هالأشياء أنك تطلع في الشارع وتسوي شوز وشذي، إن شاء الله يعني نحصل فرصة ونطلع مثلا في التلفزيون أو في مسرح أو في عرض شو كذي على مستوى الخليج أو حتى على مستوى العالم يعني، إن شاء الله يعني نكون واحد من المميزين في البحرين في هالمجال. موهبة فريدة تحمل في لبها من الغرابة والظرافة، رجاؤها إدخال السرور في قلوب الآخرين، وغايتها جذب الأنظار ورسم البسمات على الشفاه. خدع بصرية مدهشة لطالما يلعبها المحترفون والمتمرسون لهذا الفن، والذين استطاعوا أن يضيفوا نكهة خاصة للمجتمع لما يقدمونه من عروض خارج عن المألوف وبصورة ممتعة ومذهلة. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.